ما يقولكم بالشارع بوقفات؟ كلش هواية هذا فشي يعني كلش دنا نحرج من عنده، يعني حركات السواق بالسيارات، الشباب خطية بالليل يسولفون انه ما نايمين، ويعني مطارات يجي يشحط قسطني يعني على مود يقعدهم يفزون خطية، يعني فد وضعية يرثى لها. بس احنا يعني بغض يعني اي واحنا يعني بغينا انه نعرض نفسنا لهيك شيء، انه نطلع اعتصامات حتى نحصل حقوقنا، ليش دي يخلونا هيك نسوي؟ ليش ما كل وزاره لو تقوم يعني بعملها بصوره مضبوطه ما راح يصير هيك شيء، ما راح يصير هاي الاعتصامات، ما راح نطالب بحقوق، لا كل من يروح يجي يودي فايل للوزاره اللي تعجبه من هو طفل، كل طفل عنده حلم يعني تربى عليه يريد انه من يكبر يصير هيك. انتوا مكانكم الحقيقي وين؟ مكانكم الحقيقي بهذه الحقول وبهذه الآبار بالمصافي، خلينا نقول مصافي تحديدا، بالمصافي المفروض اكو دول عربيه واجنبيه تصيح لكم ست واستاذ، لان احنا ابناء البلد تمام، وهم عماله، هم مو اسمهم عماله لو مو هذا المصطلح الحقيقي، اي صحيح العماله اجنبيه معناها عماله عندنا، يصيح لكم ست واستاذ. فمن منطلق الغيره العراقيه للساده النواب، يعني اني الشباب يعني هم هم اصحاب حق كلهم اصحابها، لكن من منطلق الغيرة العراقية، الإمرأة العراقية، الشرف العراقي، ما مسموح لأي كان من السادة المسؤولين أن يتجاهل هذا الكلام لسبب واحد فقط، بعيد عن الاختصاص وبعيد عن كذا سنة اللي درسوها، من منطلق أنه خواتنا في الشارع، وخواتنا في الشارع ما مكانهن مو هذا الصحيح، مكانهن الصحيح في دوائرهن، في اختصاصهن وفي منزلهن. المرأة أما تكون في منزلها أو في عملها أو في حياتها الخاصة، ما تكون في الشارع مطالبة لأعظم وزارة في الدولة العراقية، لأعظم وزارة في دول العالم، امرأتنا العراقية وأختنا العراقية واقفة قدام الوزارة تطالب بحقها. نتمنى من السادة أعضاء مجلس النواب هذه مسؤوليتهم، لأنهم ممثلي الشعب ونحن أبناء الشعب، والحق عليكم هاي أولا، والحق على وزارة المالية بدرجة الأساس، لأن هي من تخصص الأموال لهذه الدرجات الوظيفية، والصور يعني أنتم أعدادكم مو قوي.